السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا كلكم بألف خير. في كتير بيسألوني أسئلة، والأسئلة دي بتبقى موجودة جوه القناة، فعشان كده أنا خصصت الحلقة دي عشان أقول لكم فيها قوائم التشغيل والحاجات اللي موجودة في قوائم التشغيل للناس المبتدئة. هقول لكم يعني ايه قوائم تشغيل وموجودة فين وتجيبوا منها الحاجة ازاي، وهقول لكم ايه الحاجة اللي موجودة فيها. سامحوني لو الفيديو ده طول شوية، لان انا يعني يهمني ان كل اللي عايزة تسأل على حاجة تلاقيها موجودة في القناة. كمان انا خصصت يوم كده، يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية دي كل اسبوع تقريبا في الحدود دي كده هنزل على المنتدى بوست هقول فيه يعني اللي هم أسئلة ولا حاجة يكتبوها، وهسيب البوست ده 24 ساعة. بعد 24 ساعة هبدأ أجاوب على الأسئلة اللي هتبقى موجودة فيه إن شاء الله. لو لقيت الأسئلة كتير إن شاء الله قبل 24 ساعة، لأن أنا الأسئلة اللي بتجيلي لما بحط بوست كده بتجيلي أسئلة قليلة جدا. طيب، قبل ما نبدأ بقى نقول إيه هي قوائم التشغيل ونتكلم في الموضوع ده، برضو حابة أقول لكم على حاجة. الأول، أنا لما عملت القناة دي عملتها عشان تكون بمثابة علم ينتفع به أو صدقة جارية، وفي نفس الوقت لو القناة مشيت وجالي منها دخل يبقى خير وبركة. بس بصراحة اللي يهمني أكتر إن يبقى في علم ينتفع به موجود لحضراتكم يعني. فأتمنى أتمنى رجاء اللي تستفيد من فيديو ما تنساش تعمل له اعجاب، لان الاعجاب بيرفع الفيديو، ولما الفيديو يترفع الناس بتشوفه اكتر فبيطيح اكتر. وبعدين اللي هتشير الفيديو غيرها هيستفيد بيه، فاتمنى اتمنى والدال على الخير كفاعله. يعني حضرتك لما هتشير الفيديو هتبقي يعني هتديني فرصة ان انا اخد اجر ان الناس استفادت، وحضرتك هتاخدي نفس الاجر عشان حضرتك شيرتي المعرفة دي او العلم ده. فاتمنى منكم اللي يعجبها او تستفيد من فيديو تعمل له اعجاب عشان يترفع، وتشيره لاصدقائها عشان ناس كتير اكبر عدد ممكن يستفيد. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، احنا هنبدأ الفيديو ان شاء الله. اهو هنبدأ نشوف قوائم التشغيل ايه هي، والموضوع بتاع الحلقة دي بيتكلم عن ايه. اول حاجة لما حضرتك بتدخلي على القناة بتلاقي في شريط من فوق كده مكتوب فيه صفحة رئيسية، فيديوهات، قوائم تشغيل، منتدى، القنوات، لمحة. تمام؟ طيب، الصفحة الرئيسية دي اللي بتبقى فيها الحاجة، الفيديوهات دي الفيديوهات اللي موجودة عندنا، قوائم التشغيل دي هي دي اللي انا هتكلم عنها النهاردة، المنتدى ده اللي انا هحط لكم عليه كل اسبوع بوست عشان نجمع فيه الأسئلة اللي حضراتكم عايزينها. زي أنا حطيت امبارح بالليل بوست، أنا هسيبه موجود، لو حضراتكم عندكم أسئلة اكتبوها فيه، اكتبوها في التعليقات فيه، وأنا إن شاء الله بكرة أجاوبكم عليها بأمر الله. بعد كده طيب نبدأ نشوف بقى قوائم التشغيل دي. إحنا هندخل على القناة وهندخل على قوائم التشغيل. تمام؟ طيب، قوائم التشغيل فيها ايه بقى؟ لان في بيسالوني اسئله والاسئله دي موجوده اوريدي في القناه. طيب، القوائم التشغيل دي احنا لما هندخل عليها هنلاقي مجموعه قوائم، قائمه موجوده. طبعا انا هقولهم هم مش بالترتيب، لان انا كل ما بنزل حاجه وبحطها على قائمه القائمه بتترفع فوق، يعني هم مش بالترتيب اللي انا هقوله دلوقتي ده. تمام؟ ممكن الترتيب ده بيتغير في كل مع كل فيديو بنزله، الترتيب ده بيتغير. طيب، اول حاجه أسعار وأنواع قماش الملايات، في قائمة بتقول كده أسعار وأنواع قماش الملايات. القائمة دي أنا بحط فيها المشتريات، يعني هي اسمها مشتريات وأسعار وأنواع القماشات، بحط فيها المشتريات اللي أنا بشتريها من قماش الملايات أو أي أقمشة يعني، وبكتب فيها القماش ده بكام وجبته منين وكده. تمام؟ بعد كده في قائمة اسمها أحدث موديلات ملايات. القائمة دي لما حضراتكم هتدخلوا عليها هتلاقوا فيها موديلات على الطبيعة، يعني لو حضرتك محتارة تختاري موديل ايه او عايزة تعملي موديل ايه اتفرجي على القائمة دي، حلوة جدا. هتلاقي فيها حاجات، في حاجات منها اتصممت على القناة، وفي حاجات كتير كانت قبل ما اعمل القناة وكنت انا مصوراها.
تمام، فهتلاقي فيها اشكال كتير حضرتك تقدري تختاري منها الشكل اللي حضرتك عايزاه. طيب في قائمة اسمها تعليم الخياطة والتفصيل بدون بطرون، دي ملابس، تمام. القائمة دي كده فيها تعليم التفصيل في البداية، من البداية خالص للمبتدئات، فيها دروس نظري وفيها دروس عملي على نماذج صغيرة، يعني فيها نماذج صغيرة أنا مفصلة الحاجة على نماذج صغيرة، وفيها حاجات معمولة على ورق، يعني المتابعة اللي طلبت، يعني أنا وأنا بقول لكم على قوائم التشغيل هاخد برضو شوية أسئلة من اللي هي جات لي، اللي هي المفروض إن أنا عايزة أجاوبكم عليها. في متابعة قالت لي فصلي بنطلون، فعلا البنطلون تفصيل البنطلون موجود فعلا على القناة، في تعليم الخياطة دي هتلاقي درس نظري أسفة لتعليم البنطلون، كمان في قائمة تعليم هنيجي ليها بعد شوية، نأجل دي دلوقتي، في تعليم الخياطة والتفصيل حتى الاحتراف ملايات. القائمة دي كده فيها التعليم التفصيل الملاية من الألف للياء بس نظري مش عملي، يعني بعمله على ورق، تمام، بفصل الحاجة على ورق. في فيديوهات لطلبات المتابعين، انا لما متابعة بتطلب مني حاجة انا الحمد لله رب العالمين والناس القديمة معايا عارفين الكلام ده، اي متابعة بتطلب مني حاجة بعملها لها، لو انا مش متاح عندي القماش ان انا اعمل لها الحاجة دي بالقماش بعملها لها على ورق وهي بتنفذها، وبكون معاها بالخطوات كده لحد ما تنفذها ان شاء الله. طيب طريقة، في يعني قائمة تاني اسمها طريقة قص الملايات، حضرتك ادخلي عليها، اللي عايزة تتعلم قص الملايات هتلاقي قص الملايات موجود، الملايات الفلات، الملايات اللي بكرانيش، لو حضرتك حابة تعملي موديل معين هتلاقيه موجود جوه قص الملايات. طيب في مشتريات من رفايع المطبخ، انا لما بشتري حاجة وبحب افرجكوا عليها يكون سعرها كويس وكويسة كده بحب افرجكوا عليها، دي انا عاملة للمشتريات بتاعت المطبخ او العرايس او كده، دي عاملة لها قائمة عشان حضراتكم ما تتوهوش في وسط الملايات. طيب اكلات سهلة، طبعا الاكلات السهله دي انا لسه حطاها جديد في القناه، بس ده ليه؟ كنت لما بعمل حاجه البنات عندي بيقولوا لي قولي لنا يا ماما بتتعمل ازاي، وينسوا قولي لنا تاني في كده، فانا قلت يعني ما بين كل كام فيديو كده او ما بين كل كام يوم هنزل اكله معينه يكون البنات بيسالوني عليها هنزلها تتعمل على القناه. طيب قص ملايات سراير اطفال، في قائمه اسمها قص ملايات سراير اطفال، دي خاصه بقص الملايات بتاعه سراير الاطفال، لما حضرتك تكون عايزة تعملي ملاية سرير أطفال هتدخلي جوه القائمة دي هتلاقي الموديلات كتير اللي بنقصها. طيب أطقم ساري، في قائمة خاصة بالساري اللي هو ده، الساري اللي هو ده، طبعا أنا بتسأل دايما الساري ده بكام، بتجيبيه منين، أهو بكام وبتجيبيه منين، لحد امبارح كان في سؤال برضو متابعة بتقولي بتجيبيه منين وعايزة اشتري منه. طيب اولا القماش ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ده اسمه قماش ساري، بيتعمل بيه الملايات، بنعمل بيه بنكلف بيه الملايات، المتر منه كان ب40 وب45 لحد قبل كورونا عافانا الله واياكم، دلوقتي حاليا ب35، حتى الراجل قال لي احنا بنبيعه ب35 للي زي كده اللي بيعملوا اطقم كتير فبياخدوا كميات، بنبيعه ب35، لكن لو زبونة عادية ما بتفصلش يعني وكده بنبيعه ب40 للأمانة، هو الراجل لسه قايل لي كده من يومين، تمام. وأنا بشتري منه القماشة الحمراء دي، القماشة الحمراء دي أنا جبتها عشان في قماشة ساري أنا كنت وريتها لكم في فيديو الساري، جبت دي 5 متر، المتر ب20 جنيه، يعني دي 5 متر ب100 جنيه، هعمل بيها الطقم الأحمر اللي هو ساري أحمر، لو حابين ان انا اعمله معاكم، لان انا عملت الطقم الفلات ده كتير، لو حابين ان انا اقص معاكم الطقم الفلات ده واعمله معاكم الطقم الساري كامل قولوا لي في التعليقات وانا اعمله معاكم ان شاء الله. تمام. طيب اللي بتقول لي بقى يعني في متابعة بتقول لي طيب انت بتجيبي القماش منين عشان هو عجبني وانا عايزة اشتريه منه. طيب القماش ده مبدئيا بيتباع في الاسواق وبيتباع في شارع الازهر عند التربيعة، بالنسبة للمحل اللي انا بشتري منه جنب البيت عندي، انا من غمرة، انا من القاهرة، من غمرة من الشرابية، تمام. الراجل اللي بيبيع القماش ده في مكان اسمه اشمغة في الشرابية، لو في متابعين معايا من الشرابية
هيبقوا عارفين الراجل دوت، الراجل ده اللي هو الشارع اللي جنب الجامع الابيض، بنمشي لاخره بنلاقي الراجل اللي عنده الساري ده. لو المتابعه اللي بتسالني دي ان الشرابيه انا ما اعرفهاش بصراحه، مش عارفه مين اللي بتقولي. فلو حضراتكم فيكم حد عايز يجيب القماش ده من غمره من الشرابيه، الشارع اللي جنب الجامع الابيض بنمشي لاخره وبنلاقي المحل ده، محل لبني كده لونه لبني ازاز كده، هو اللي بيبيع الساري ده. وزي ما بقول لحضراتكم هو بيبيعه للزباين العادية ب40، وللخياطات اللي هم بيفصلوا بيبيعوا ب35. طيب نيجي للقائمة اللي بعد كده. سامحوني لو الفيديو طول، سامحوني بس الفيديو ده مهم بصراحة، ولازم تتابعوا معايا للنهاية لو عايزين تستفيدوا، اللي مش حابة تخرجوا خلاص. طيب بعد كده قلنا طريقة قص الملايات، مشتريات، أكلات سهلة، قص ملايات سراير أطفال. طيب أفكار من بواقي القماش، في قائمة اسمها أفكار من بواقي القماش، دي هعمل منها بعمل فيها يعني. لو عايزة، لو عندي حتة ساري باقية بعملها مفرش، لو عندي حتة ستان بعملها مفرش. دي لسه هي فيها حاجات بسيطة، بس أنا إن شاء الله الفترة اللي جاية لسه هكملها وأخلي فيها حاجات كتير إن شاء الله. طيب في قائمة عن ماكينة الخياطة جاك، اللي هي اللي أنا بشتغل بيها دي، ماكينة الخياطة جاك A2، في قائمة بتقول كل حاجة عنها تمام، والمشاكل اللي بتحصل فيها وكده. برضو ادخلي عليها وشوفي، القائمة دي حلوة جدا للي عندها مكنة صناعي، هو تقريبا المكن الصناعي كله شبه بعضه، فهتلاقي فيها حاجات هتعجبك إن شاء الله. طيب بعد كده عاملة قائمة للكمامات. طبعا احنا الموضوع الكمامات ده شاغل الناس كلها دلوقتي، وبنشتري الكمامة الطبية، لا احنا عايزين نفصلها. فانا عملت كام موديل كده، ولسه هعمل موديلات تاني ان شاء الله للكمامات، للي حابة تفصل كمامة من اي قماش عندها موجود، بواقي قماش، تيشيرت قديم، اي حاجة هتعرف تنفذها ان شاء الله. طيب في قائمة بيضات، دي انا عاملة فيها البيضات اللي احنا بنعملها للانتريه او بيضات الكنبة، برضو فيها حاجات بسيطة لسه هنكملها ان شاء الله. طيب تفصيل كيس المخدة، قائمة اسمها تفصيل كيس المخدة، هتلاقي جواها ازاي انا بفصل كيس المخدة وبخيطه، ولو كيس المخدة بقلب نعمل فيه ايه. في الماكينة المنزلي، طبعا انا يعني عاملة القائمة دي للماكينة بتاعتي اللي هي برازر المتعددة، اللي فيها عروة بخطوة واحدة، فيها تركيب زراير، فيها سرفلة، فيها حاجات كتير، ادخلي برضو فيها كده وهتلاقيها جميلة جدا لو حضرتك بتفكري تشتري مكنة. طيب تعليم تفصيل الملايات، القائمة اللي فيها تعليم تفصيل الملايات دي فيها تفصيل الملايات بس دروس نظرية ماشي، مش دروس عملية، دروس نظرية يعني بفصل لكم على ورق. طيب بعد كده تفصيل خدديات، لا تفصيل ملايات السرير الأولانية دي، تعليم تفصيل الملايات دي القائمة النظرية، لكن تفصيل الملايات دي الملاية اللي احنا بنقصها وبعدين بفصلها معاكم على القناة، على القائمة دي يعني. طيب بعد كده تفصيل خداديات، القائمة بتاعت تفصيل خداديات فيها كل الخداديات اللي احنا فصلناها في القناة. طيب تفصيل ستاير، دي برضو قائمة فيها حاجات بسيطة، انا يا دوب عاملة فيها ستارة بلكونة وطريقة الستارة اللي هي بالحلقات المدورة اللي احنا بنركبها في الماسورة على طول. ولسه ان شاء الله انا عشان بس في رمضان ده ما اشتغلتش، عشان والدتي الله يرحمها كانت متوفية، فانا ما اشتغلتش رمضان ده، فما اخدت الستاير من حد ولا جبت ستاير ولا حاجة، فعشان كده القناة دي القائمة دي فيها حاجات بسيطة. طيب في قائمة مهمة جدا اسمها نصائح، اتمنى كل البنات المتابعة الجديدة المبتدئة تدخل القناة اللي فيها نصائح دي، هتلاقي فيها حاجات حلوة جدا تهمها يعني. القائمة بتاعت نصائح فيها حاجات مهمة جدا تهم البنات المبتدئة، عشان انا عشان بقول فيها فيديوهات بنتكلم فيها عن النصايح اللي احنا نديها للمتابعة او اللي عايزة تتعلم التفصيل، نصائح مهمة جدا. طيب افكار بقماش الخيامية، طبعا احنا عملنا في رمضان قماش الخيامية، عملت بيه شوية حاجات بسيطة كده فحلوة برضو. طيب في قائمة اسمها ملابس، القائمة دي انا لو اشتريت ملابس، او كانت بنتي عاملة مشروع صغير كده، بس الحمد لله هي هو اتوقف عشان الكورونا وما بقاش في حد ينزل عافانا الله واياكم،
ما بقاش في حد بينزل او الزحام وكده، فهي وقفت الكلام دلوقتي لحد ما نشوف الدنيا هتعمل ايه. طيب في قائمة اسمها تفصيل ملابس بناتي، تمام؟ اتفضلوا القهوة معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. في قائمة اسمها تفصيل ملابس بناتي، القائمة دي برضو فيها كم موديل كده. انا عاملة حاجات اعادة تدوير بطرحة، عاملاها بلوزة البنت، عاملة بلوزات لبنات، عاملة فيها بنطلون لبنوتة صغيرة للبنت اللي سألتني وقالت لي اعملي بنطلون. ادخلي جوه قائمة تفصيل ملابس بناتي هتلاقي فيه تفصيل البنطلون. طيب تفصيل خدادية أطفال برضو في قائمة لخدادية الأطفال، ملايات سرير أطفال هتلاقي في جواها ملايات سرير الأطفال. في قائمة منوعات، دي مش مهمة قوي. في أحدث موديلات ملايات 2020، دي حاطة فيها الملايات اللي أنا فصلتها على القناة، تمام؟ طيب خياطة ملايات أطفال دي يعني خياطة الملاية بعد ما بنقصها بنخيطها ملاية الأطفال. طيب أسعار الموسكي دي أنا فضيتها، دي هشيلها القائمة دي عشان أنا اكتفيت بالقائمة اللي هي في الأول اللي هي بتاعت مشتريات وأسعار الموسكي. طيب في قائمة اسمها إعادة تدوير، بعمل فيها إعادة تدوير للملايات اللي عندها ملاية قديمة وحابة تعمل لها إعادة تدوير، تدخل القناة دي القائمة دي. بعد كده في تظبيط ملابس، أنا يعني عاملة فيها مظبطة تيشيرت، مظبطة بلوزة تانية، جلابية، شوية حاجات كده عاملاهم عشان اللي حابة تتعلم تظبيط الملابس، خلاص. طيب وبعد كده القائمة تفصيل الملايات وأخذ المقاسات، القائمة دي فيها بنفصل ازاي، برضو دروس نظرية بنفصل ازاي وبناخد كم متر وكده، تمام. دي بالنسبة لقوائم التشغيل اللي موجودة في القناة. الناس الجديدة معانا تدخل على قوائم التشغيل دي هتلاقي فيديوهات حلوة جدا وهتستفيد كتير كتير من الفيديوهات اللي موجودة على قوائم التشغيل. طيب في أسئلة بقى أنا مش عارفة يعني ما جاوبتش عليها بنقول على قوائم التشغيل، أحاول أجاوبكم عليها بسرعة كده عشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده. في متابعة كانت قالت لي أظبط المكنة على كام، بالنسبة للمكنة دي أظبطها على كام عشان أخيط عليها الملابس الخفيفة. أنا بالنسبة لي مش ظبطاها على الواسع، انا ظبطاها على الوسط على اساس ان انا ما بحبش الخياطه تبقى واسعه قوي في الحاجه، فظبطاها على الوسط، تمام، وبخيط عليها الملايات وبخيط عليها الخفيف عادي جدا، تمام. طيب في متابعه من دمنهور قالت لي عايزه يعني شغل من عندك. انا للاسف ما عنديش شغل دلوقتي قوي، انا عندي شويه حاجات بسيطه والحاجات اللي عندي بصراحه مش حلوه قوي، دي بواقي كده، وانا ما اشتغلتش السنه دي الحمد لله رب العالمين، لان كان موضوع ماما وبعدين دخلنا على الكورونا وانا ممنوعه من النزول، فما جبت الشغل السنه دي، فللاسف انا مش هقدر افيد حضرتك في انك تاخدي من عندي شغل لان انا لسه مش عندي شغل كتير. طيب في برضو متابعه قالت لي توب القماش يعمل كام متر، مش هنقدر نحدد توب القماش يعمل كام متر، يعمل كام طقم توب القماش يعمل كام طقم، مش هنقدر نحدد توب القماش بيعمل كام طقم، لان انا عندي في طقم بعمله 4.5، في طقم بعمله 5، في طقم بعمله 6، في طقم بدخل 3 متر سادة و3 متر منقوش، في طقم اطفال، في طقم كبير، فما حضرتك مش هتقدري تحددي التوب ياخد كام طقم بالظبط، الا لو حضرتك عايزة تعملي اطقم فيلات ما فيهاش حاجة بيبقى الطقم بياخد 4.5 متر او 5 متر. لو هتعملي لي سرير كبير وهتعملي الطقم 5 متر يبقى هو التوب 50 متر هياخد 10 اطقم. طيب نوع قماش القميص ايه وتنصحيني ابدا بايه وانا بتعلم. طيب السؤال ده يعني اتسالت فيه في كذا حاجه. القماش ده اهو، ده قماش انا هقربه كده من الكاميرا، ده قماش لنوه، تمام. في برضو متابعه قالت لي ايه القماش اللي نوه وبكام المتر، انا هقول لكم كل حاجه عن القماش اللي نوه ده. ده انا عامله القميص من القماشه دي، قماشه لنوع حلوه جدا، انا شخصيا بحب البسها جدا جدا لان هي مريحه، اكتر قماشه بتريح هي القماشه دي، قماشه للبيت يعني.
انا للاسف مش عارفه هو دلوقتي بكام القماشه دي كده، نفس القماشه الحلوه دي انا مش عارفه هي دلوقتي بكام. انا كنت زمان من سنين كتير كده يعني وانا بفصل ملابس كنت بشتري اتواب من القماش ده وبعدين افصلها جلابيات وقمصان للي تطلب. يعني في واحده عايزه جلابيه او قميص من الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، كان عندي اشكال كتير فكانت بتطلب مني وانا عارفه مقاسها، كنت ببقى مدونه عندي في الاجنده مقاسات الزبائن اللي عندي، فهي عايزه قميص تقول لي على الموديل بتاعه، فبقول لها طيب ده بياخد كام متر يبقى هيتكلف كذا، وبقص من القماش اللي عندي. القماشه دي حلوه جدا جدا، دي بواقي منها، دي اسمها قماش لينو. تمام، قماش لينو. طيب انا لما رحت من كام يوم، انا لما في متابعه طلبت مني قالت لي انا عايزه موديلات للقمصان، وطلبت مني الطلب ده كذا مره وانا كنت مش لاقيه القماشات اللي عندي دي، وفي نفس الوقت انا عايزه اعمل لها موديلات حقيقيه يعني مقاسات كبيره وكده عشان يبقى الشكل واضح. فكان في صاحبتي قالت لي على راجل برضو قريب من البيت كده بيبيع عنده قماشات، فروحت اتفرجت عنده لقيت القماش اللوني ده ب 15 جنيه المتر، بس للاسف انا لقيت القماشه رديئه جدا، القماشه بتاعته رديئه جدا جدا فمرضتش اشتري. فضل يقنعني ويقول لي ده حلوه، طب لما هتتغسل هتطرى شويه طب كده. انا بصراحه مرضتش اشتري منها لان انا هشتري منها حاجه انا عارفه انها لو حبيت ابيعها مش هتتباع معايا وانا مش هتريحني انا، فعشان كده ما اشتريتش. لكن القماشه الحلوه دي بتتباع بكام دلوقتي انا بصراحه ما عنديش فكره. طيب حضرتك عايزه تشوفي تبدأي بقماش ايه؟ ابدأي بقماش من ده، يعني شوف حد بيبيع قماشات تكون سعرها مهاود شوية، مش لازم تجيبي قماشات غالية، ابدأي بقماشات تكون مهاودة شوية على أساس تمشي معاكي، وعلى السنة لو باظت يبقى مش مشكلة تبقى رخيصة. طيب في قماشات ايه تاني ممكن نعمل بيها القمصان ده؟ سؤال بتاع متابعة برضو، القماش ده ايه وممكن نعمل بيه او نعمل بقماش ايه؟ انا السنة اللي فاتت كنت جايبة قماش فسكوز من التربيع، القماش الفسكوز حلو جدا على فكرة، في قماش فسكوز مستورد كان السنة اللي فاتت، في نوع منه بيبيعوه ب 35 ونوع ب 40، ده قماش حلو جدا جدا ومريح جدا، انا شخصيا عملت منه لنفسي وعملت منه لاخواتي السنة اللي فاتت كان حلو جدا، المتر ب 35 وب 40، السنة دي طبعا مش عارفة هو بكام. طيب القماشة دي زي ما بقول لحضراتكم كده حلوة، بينفع يتعمل منها بلوزات، بينفع يتعمل منها جلاليب اللي هي الفسكوز قمصان، وعرضها متر ونص. طيب في متابعة طلبت مني اني اعمل الاسدال زي ده، يعني نقص مع بعض الاسدال اللي زي ده، انا قصاه معاكم فعلا على القناة تقريبا في قائمة التشغيل بتاعة تعليم التفصيل للملابس، قصاه معاكم وعاملة نموذج صغير برضو ليه، ادخلي حضرتك قوائم التشغيل هتلاقيني عاملة نموذج صغير ليه. الساري ده جاوبناه، عمل البنطلون جاوبناه اللي نو. طيب اخر سؤال بقى معايا عشان نختم الفيديو عشان كده الفيديو طول، انواع القماش السادة ايه، وهل في قماش غير المصرية والعمرية؟ عشان العمرية تقريبا مش عارفة حضرتك ولا واحدة غيرك اللي قالت لي العمرية بيوبر، عايزة اقولك ان العمرية مش شرط ان هو يوبر، وممكن يبقى طريقة الغسيل هي اللي هتخليه يوبر، لكن قماش العمرية ممتازة ممتازة ممتازة. تمام، قماش المصرية في قماشات حلوة في المصرية، يعني القماشة دي كده حلوة جدا. تمام، في المصرية قماشة بتورب واحنا بنشتغل، لو حضرتك مبتدئة مش هتعرفي تقصيها، يعني انا بشتغل بقالي حوالي اكتر من 30 سنة في التفصيل، القماشة دي ساعات بتضايقني وانا بفصل، فلو حضرتك مبتدئة القماش المصرية ممكن يتعبك وهو بيتفصل. تمام، لكن القماش العمرية بيبقى كويس ومسك نفسه كده وحافظ مركزه كده وانت بتقصي هيبقى حلو وجميل هيعجبك. طيب في قماش ايه تاني سادة غير ده؟ لا هو السادة قماش مصرية وقماش عمرية، بنعرف الفرق بين المصرية والعمرية منين؟ ان المصرية بيبقى البرسل بتاعه مشرشر بالطريقة دي كده، العمرية بيبقى البرسل بتاعه مش مشرشر. تمام، طيب كفاية كده بقى على الفيديو ده لأن الفيديو ده طول زيادة عن اللزوم.
اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك عشان ترفعوا الفيديو، ما تنسوش تشيروا لاصدقائكم عشان يستفيدوا منه، اللي حابه تعرف الحاجات اللي جوه القناه تعرفها. وفي النهايه زي ما قلت لحضراتكم، في قسم المنتدى فوق في الشريط زي ما قلت لكم كده، في حاجه اسمها المنتدى، حضرتك هتدخلي جواها. انا كل اسبوع ان شاء الله هحط بوست اسمه اساله، حضراتكم هتكتبوا فيه الاسئله اللي عندكم، انا هجمعها، ولو هي اسئله بسيطه هقولها في وسط الفيديو اللي هيتعمل نفس اليوم، لو اسئله كتير هجمعها وهعمل لكم حلقه ليها ونجاوبها ان شاء الله. وفي النهايه انا بقول لحضراتكم انا معاكم في اي سؤال عايزين تعرفوه، اي مبتدئه عايزه تعرف حاجه تعرفها وقولوا لي، يعني تسالني فيها وانا ان شاء الله هقول لها عليها. اشوفكم على خير، شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.